السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، هذا واحد العقار تجاري وسكن كما كتشوفوا هنا. واحد السيد عنده هذا العقار، هذا كما كتشوفوا هنا لتحت كانت تكون ريستورون هنايا. هنا ريستورون كما كتشوفوا، يعني هذا العقار مفيني يعني كلش بالقبس سليج كلش. انا كنت شوفها يعني كلشي مخدوم، يعني هي تحت هذا السفلي، وهاد العقار هذا فيه ربع الطوابق يعني كاتريام ايطاج. هنا هادي ريستورون، فين كتكون ريستورون، وفيه هاد العقار 111 متر، والموقع ديالو جاي ما بين القهوة ديال الساحة والقهوة ديال القعدة، يعني اون فاست للرومبوا. هادو الدروج ديال اللي كيطلعو للشدة ديال الريستورون، هانتوما كتشوفو يعني مخدوم داكشي اينوكس مزيان، القبس مزيان، كلشي مزيان. هاي كتشوفو هنايا يعني هنا كانت تكون ريستو لي فاصل، كتشوفو طواليت يعني مخدوم داكشي كلو مفيني. هادي الدروج ديال اللي كيطلع للطابق الاول بروميير ميطاج، هادي الطبقة الاولى كما كتشوفو، يعني مخدومة مفيني هادي. هذا بروميير ايطاج، هانتوما تشوفو. هادي فاس كاين الدوش كما كتشوفو، طواليت الدوش. وهادي لاكويزين، شوفو كوزينة هاي بالبلاكار ديالها كلش. هذا السرجم اللي كيطلع للكولوار، حيت كاين كولوار تما، يعني القبسة راكم تشوفو ديال الكوزينة. هذا الدوش، هذه شومبرا كتشوفو هنا مخدومة. القبسة ديالها كلش راكم تشوفو. كما قلت لكم هاد العقار هذا رقم 111 متر. هذا السرجم كتشوفو، حتى البيبان اللي مخدومين داكشي زوين. هذا السرجم كيطلع للكروار. هذا صالون كبير، في واحد المنظر في هاد الكروار هذا اللي كتشوفو فاس، هذا كيطلع للشارع. تسمى الرومبوا، قهوة ديال موريتانيا، بساتين صابرين، يعني منظر زوين بزاف. هذه الطبقة الثانية، يعني كاين نفس الفصالة، يعني في الاخر هذا كاين نفس الفصالة، كيما الطابق الاول كيما الثاني كيما الثالث، يعني نفس الشيء. هانتوما تشوفو هادي الكويزين،
عند الطابق عاود واحد اخر، يعني نفس الصاله اللي كاينه، يعني في صاله واحده دايرين كما كتشوفوا. هاد المنظر اللي كاين هنا منظر جميل بزاف، منظر زوين بزاف. هاد المنظر هذا الرمبوار هاي طلعني على واحد المنظر زوين. 44 ويلي راه فاصليك وهادي طلع لي كطلع للسطح. هادي هانتوما تشوفو السطح كيما قلتلكم راه في العقار فيه 111 متر. وباش تعرفوا الاخوان انا ماشي سمسار ديال المنازل ولا، يعني اتصلوا بالسيد هو اللي راه يبيع. انا كندير داكشي يعني في سبيل اللي كيبغي يبيع شي حاجه ولا اللي عليا كنشرو حتى في لاباج ديالي ولا داكشي اللي سهل البيع والشري. اتمنى من التليفون اتصلوا بالسيد، اتمنى انا لا دخل لي فيها ولا والو، انا غير كننشر هادشي هذا اللي ولا شي منزل كيبيعوه ولا شي حاجه كنشرو هادشي اللي كاين. والله يسخر الجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.